السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده انا جاي اجاوب على سؤال واحد بس، هو ازاي تدور على شغل جوه استونيا؟ ازاي تقدر تلاقي شغل وتقدم عليه؟ اللي ما يعرفش، استونيا هي دوله من دول الاتحاد الاوروبي زيها زي فرنسا واسبانيا والمانيا. انا عشت هناك فتره، وهتلاقوا في الفيديوهات القديمه فيديوهات عن استونيا، وان شاء الله في فيديوهات جايه جديده برضو عن استونيا في القريب العاجل ان شاء الله. طيب انا هاخدكم في جوله خطوه بخطوه، ايه المفروض اللي احنا نعمله عشان نلاقي شغل جوه استونيا. والمره دي او في الفيديو ده انا هتكلم على نوع واحد من انواع الشركات، النوع ده اللي هو الستارت اب كومبانيز، او اللي احنا بنسميها شركات ناشئه. ولما تسمع كلمه شركات ناشئه تفتكر انها شركات صغيره او اي كلام، لا، الشركات الناشئه دي فيها شركات كبيره جدا جدا جدا، قيمتها السوقية بمليارات الدولارات، تمام؟ تعالوا معايا أوريكم خطوة بخطوة المفروض تعملوا إيه. ويلا بينا نشوف الخطوات العملية على البحث عن وظيفة جوه استونيا وإزاي نلاقي وظيفة جوه استونيا. الموقع اللي أنا هتكلم عليه النهاردة اسمه startupestonia.ee، هو ده الموقع اللي احنا هندخل عليه ومن جوه هندور على الوظائف. طيب الموقع ده ميزته ان هو فيه كل الشركات الرائدة جوه استونيا، وانا هشرحها كمان شوية. اسمه startupestonia.ee، الاي ده اختصار لدولة استونيا على الانترنت، او الاكستنشن بتاع استونيا على الانترنت. طب هنا انا هدور فين؟ انا هدور في حاجة اسمها startup database. ميزة الصفحة دي اللي هي الاستونيان startup database، خليها بس تظهر الاول، هتلاقوا هنا ان فيها كل الشركات الرائدة، عندك 1212 شركة رائدة منشأة جوه استونيا. طيب ايه الفايدة وليه شركات رائدة؟ ليه مش الشركات العادية؟ ليه الستارت اب كومبانيز؟ لان استونيا عاملة كوتا للشركات العادية، 1% من عدد سكان استونيا كل سنة، يعني ما تقدرش الشركات دي تجيب اكتر من نسبة معينة كل سنة. اعتقد لو بنتكلم على 1% من عدد السكان، فاحنا بنتكلم على حوالي 1300 بني ادم ممكن استونيا تديهم اقامة لو هيشتغلوا على شركات عادية. لكن الشركات الناشئة دي او الستارت اب كومبانيز ملهاش حد، بمعنى مفيش كوتا. لو الشركة محتاجة حد تجيبه من بره هتقدر انها تجيبه من بره. وعشان كده انا النهاردة حبيت اوريكم الشركات دي، لان اي وظيفة في الشركات دي مجرد ان الشركة تبعت لك جوب اوفر فهم قادرين بسهولة ان هم يطلعوا لك اقامة 5 سنين، وده اللي حصل لي بالظبط في شركة من الشركات الناشئة دي جوه استونيا. طيب هنا هتلاقي الليستة بتاعت كل الشركات، منهم شركات مشهورة جدا على مستوى العالم بالمناسبة. مش معنى انها شركة ناشئة انك تفتكر انها شركة صغيرة او حاجة زي كده، لا، في شركات ناشئة هناك بس كبيرة جدا بالمليارات. يعني شركة زي بولت مثلا قيمتها السوقية هي اكتر من، يعني مش عارف كم مليار، بس هي قيمتها السوقية فوق المليار، اكيد مليار يورو كمان مش مليار دولار. والوايز اللي هي كانت ترانسفير وايز اللي هي بتاعت نقل الاموال اللي هو ترانسفير ماني اكروس ذا وورلد، برضو دي من الشركات الكبيره قوي اللي كل الناس عارفاها، بالرغم ان هم لغايه دلوقتي بيسموا نفسهم شركه رائده او ستارت اب كومباني. فيرف نفس الحكايه، هتلاقي هنا لسته بتاعت الشركات، عندك 1212 كومباني موجودين، اول 10 اهو، وتقدر انك انت بالارو ده او مش عارف بالعربي يعني ايه، بس بالسهم ده، انا اقصد بالسهم ده، تقدر انك انت تشوف الشركات. طيب انا شفت الشركات، هعمل ايه بعد كده؟ هنا بقى الكلام. تعالوا نرجع لشركه كده اهو مثلا، ونختار شركه من الشركات الكبار زي وايز. طيب شركه وايز دي عاوزين نشوفها، انت ممكن تعمل كده اهو فتشوف بياناتها اللي هو year founded، لو ليها ويب بيج ممكن تدخل عليه. على العموم انا بحبذ انك انت تفتح الويب سايت، تفتح اللينك من هنا الاول على وايز وتشوف هم قايلين عليها ايه، هيديك معلومات عنها. هو ده مش هممنا قوي، بس برضو احنا ممكن نعرف شويه معلومات عن الشركه قبل ما نفكر حتى نشوف الدنيا ماشيه فيها ازاي. طيب هو بيقول لك مثلا ان عدد الموظفين في الربع الثاني في 2021 هم 1079 موظف. انت بتتكلم على شركه كبيره اهو، واخد بالك، مش شركه صغيره.
التاكسز بس اللي اتدفعت في Q2 في الكوارتر الثاني بس للموظفين 4 مليون يورو، وده يبين لك قد ايه هما شركة كبيرة وكبيرة جدا. ادي الويب سايت بتاعها لو عاوز تدخل، احنا مش هندخل على الويب سايت بتاعها بصراحة، احنا هندخل عليها على اللينكد ان عشان ندور على الوظائف اللي جوه. هتدخل على اللينكد ان هنا، هتدخلك على الصفحة بتاعتها. طيب تعمل ايه بقى؟ تدخل تشوف هنا وايز جوبس، هتلاقي عندك 4406 شغلانة مفتوحة وايز. ما اعتقدش ان هيبقى كلهم موجودين في استونيا او في تالين عاصمة استونيا، لكن هتلاقي في منهم كتير قوي. هتلاقيهم عاوزين مثلا سيكيورتي انجينير في تالين في استونيا، عاوزين مثلا سيكيورتي انجينير برضو نفس الوظيفة بس في لندن. خلينا نتكلم على الحاجات بتاعة التالنت، عاوزين برودكت مانجر هير بالمناسبة في سنغافورة which is good يعني. هتلاقي بقى في كل العالم، انت عليك بقى تشوف سي اول جوبس وتدور على الحاجات اللي موجودة في تالين مثلا. فخليك لو عملت هنا مثلا تالين، عشان احنا بنتكلم على الشركات الستارت اب اللي في استونيا عشان اللي هو الفيزا بتاعتها سهلة اهو. هتلاقي حاجة اسمها هيد اوف بزنس كاستمر سبورت، ملهاش دعوة بالتكنيك خالص. حاجة اسمها اي ام ال انفستيجيتور، وانا مش عارف ايه بصراحة دي. هتلاقي بيمنت اوبريشن تيم ليد. طبعا هتلاقي حاجات تانية التالنت، بس انا كنت بدور لك على حاجات بالذات بتاعة ترانسفير وايز. اي دي تي انفستيجيشن ايجنت جلوبال برودكت. ومن هنا بقى لو انت عندك وهو عايزين مثلا كاستمر سبورت اسوشيت انجلش سبيكر، طبعا لان اللغة الاولى في استونيا هي استوني، فمش هتلاقي كل الناس بتتكلم، فعاوزين واحد بيتكلم انجليزي كويس عشان يشتغل كاستمر سبورت اسوشيت. شفت بقى ازاي؟ هتدخل طبعا على اللينكد ان وتدخل تقدم على الوظيفة تاني مرة، عشان ده عشان دي وايز ستارت اب كومباني، فانت بسهولة جدا تقدر تاخد فيزا لو هم عملوا لك جابوا لك جوب اوفر، يعني لو عملوا لك انترفيوز واقتنعوا بيك وكل حاجة زي الفل خلاص، هم هيعملوا لك الاوفر، هم هيطلبوا منك صورة الباسبور. وبعد كده يعني اللي حصل معايا ان طلبوا مني صورة الباسبور، بس ما كانتش وايز، كانت شركة تانية ستارت اب، بعتوا لي الفيزا خلال او اللي هي بيسموها كده دخول البلد، يعني اقامة دخول البلد او حاجة زي كده اهو، خلال 24 ساعة. طبعا الناس اللي معاهم باسبورات مصرية هيضطروا يقدموا على شنجن، ولكن التقديم هيبقى سهل جدا لان انت هيبقى عندك اقامة جوه او ريزيدنس او بيسموها ايه، بيسموها تأشيرة دخول، خليني أقولها بالعربي كده، تأشيرة دخول جوه البلد. طيب يبقى الموقع الرئيسي بتاعنا قبل ما أخلص الكلام هنا هو ده estonia.ee، وادخل على ستارت اب داتابيس. طبعا أنا رأيي إنك أنت تدخل تتفرج على بقية الحاجات، يعني ليه استونيا؟ طبعا هم بيبروموتوا استونيا وبيشجعوا استونيا، فأنت ادخل برضو شوف ليه بيقول لك إن استونيا حلوة. بيقول لك مثلا here are 10 reasons ليه تقدر انك انت تشتغل في ستارت اب كومباني او تعمل ستارت اب كومباني، يعني بشكل لذيذ اللي احنا كناس بندور على شغل مش عايزين نعمل ستارت اب كومبانيز، هنا هو المفيد لينا ستارت اب داتابيز. هنا تدخل تلاقي كل الشركات الستارت اب اللي موجودة جوه استونيا، وممكن كمان ترتبهم هنا. انا نسيت اقول لك انك انت ممكن ترتبهم هنا بحاجات معينة، في ناس بتعمل ويب موبايل تولز، في ناس مثلا بتعمل حاجة اسمها Precision Agriculture، شوف الشركات، في ناس بتعمل 3D Printing، في ناس بتعمل حاجة اسمها Advanced Materials، يعني مش كله IT، ده في حاجات Agriculture صناعة، في حاجات فيها مثلا اسمه ايه ده؟ في حاجات مش IT، في حاجات اللي هي Network، تمام؟ في حاجات محتاجة Smart City اللي هو Engineer، في ناس عاوزين Civil Engineer، مهندسين مدنيين، يعني لو هنا كده مع إني ما عملتهاش قبل كده، بس خلينا نشوف هتطلع لنا إيه. هل هتطلع لنا حاجة ولا مش هتطلع لنا حاجة؟ سيفل انجينير. طيب هو مثلا خلينا نطلع فوق كده، جاب لنا الشركات اللي عاملة اللي فيها سيفل انجينير اهو، دي شركات ستارت اب كومبانيز وهي اصلا سيفل انجينيرينج، يعني هي للبناء والحاجات دي بتاع اللي هي هندسة مدنية، تمام؟ تقدر انك انت تدخل وتشوفها وتشوف اللينكد ان بتاعها وتقدم عليها، نفس الحكاية، تمام؟ بس لو انت مش عايز انت تدور على الاي اي،
تدور على الاي بي اي بروفايدر، كل ما هتزود كل ما هتزود عدد الشركات بس. وهتلاقي الليست هنا، وهتدخل هنا وتسكرول ما بينهم، تدخل على اي واحدة منهم. لا مثلا خلينا نقول مثلا ايه شكلها حلو دي، تعال نشوف شكلها ايه. ندخل مثلا عليها ونفتح نيو تاب ونشوف هنا، هيجيب لك الاباوت عليها، ولو ليها لينكد ان، ليها لينكد ان اهو كومباني. تروح انت فاتح كده، هي شركة صغيرة فيها 24 موظف اتعينوا في كيو 2 بس. طبعا ده بالمناسبة ده 24 موظف اتعينوا في كيو 2 بس، مش كده يعني، خلال الثلاث شهور بتوع الكوارتر الثاني اتعين 24 موظف. تقدر تدخل على اللينكد ان بتاعتها وتشوف الدنيا ماشية ازاي، وهل هم عاوزين وظائف ولا لا. عاوزين وظائف اهو، تدخل عليها وتراسلهم وتشوف وتقدم على وظيفة. ولو عاوز تتكلم مع الامبلويز فيها، ممكن تدخل على الموظفين الموجودين هناك وتتكلم معاهم وتشوف الدنيا ماشية ازاي عندهم بس. ويبقى كده انا قلت لكم على اهم موقع ممكن تدور عليه على شغل جوه استونيا، وبالتالي وبالذات للشركات اللي هي الناشئة او الشركات الستارت اب، ستارت اب كومبانيز مش الشركات العادية، لان احنا قلنا تاني الشركات العادية عندها كوتا كل سنة 1% من عدد سكان استونيا. الشرط ده لا ينطبق على جنسيتين بس، الجنسية الامريكية والجنسية اليابانية. الجنسيتين دول مش بيدخلوا في الكوتا، وبالتالي من حقهم يجوا حتى على شركات عادية. بس بما ان الفيديو ده موجه لميدل ايست ومصر والاردن والعراق وسوريا والمغرب والجزائر، فاحنا طبعا داخلين تبع الكوتا وكل الجنسيات ما عدا الجنسيتين دول. وبالتالي احسن لك تدور على ستارت اب كومباني مثلا زي وايز او زي بولت او زي فيرف او الشركات الكبيرة دي. يا رب يكون الفيديو ده عجبك، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ولو في استفسارات او كومنتس حطها لي في اليوتيوب وحطها لي في الفيسبوك، وانا ان شاء الله احاول اجاوبكم عليها. سلام عليكم.